من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم. إن جريمة عرسال ارتكبت بحق الجيش عن سابق تصور وتصميم، ويخطئ من يعتقد أن عملنا لمكافحة الإرهاب سوف يتوقف. أمر لليوم ولكل يوم سدده قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى كل من يعنيهم الأمر. وكاد قهوجي في أمره الاستثنائي أن يسمي هؤلاء المدافعين عن الفاعلين قائلاً: لن نقبل بأي مساومة سياسية على دم شهيدينا بيير بشعلاني وإبراهيم زهرمان. واليوم شيع الرائد بشعلاني من بلونة إلى المريجات، حيث تدفق رفاق السلاح لوداع رفيق الوطن وشهيده على وقع زخات الرصاص، ومعها زخات مماثلة من الدموع لأهل ما صدقوا أن ابنهم قضى على أيدي أبناء وطنه. وإلى المريجات حضر رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مواسيا معزيا واعدا بالقصاص، فيما كانت صور شهيدي الجيش تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي وتنتشر عبر الهواتف لتكشف عن بلطجية من عرسال خالفوا شرعة حقوق الإنسان وحق الأسر، وأقدموا على ضرب عناصر الجيش بالبلطة بعد وقوعهم في الكمين، كما قالت صحيفة النهار التي أكدت أن السيارة التي وضعت عليها جثتا الشهيدين كان يقودها أحد أقرباء رئيس بلدية عرسال علي الحجيري. الصورة أظهرت أن العناصر كانت بلباسها العسكري ولم يكونوا بلباس مدني كما زعم الحجيريون، ما يؤكد كلام قائد الجيش عن الجريمة المقصودة عن سابق إصرار وتصميم. فمن هو المصر ومن كان المصمم؟ هي جريمة غير مشمولة بشعار النأي بالنفس، وما كان رئيس الحكومة تحت هذا الشعار مضطرا لأن يصدر شهادة حسن سير وسلوك برئيس البلدية والنطق بلسانه من أنه مؤيد للجيش. وحبذا لو ترك ميقات المدعو علي الحجيري للقضاء إذا ما أراد التحقيق معه. وعرسال اليوم لن تكون في حاجة لأب يحمي هويتها على غرار أبوة ميقاتي في السابق لقادة الأجهزة الأمنية، فحمايتها من امتثالها للقانون وعدم تحويل أرضها إلى ريف يسرح فيه الجيش الحر وما تيسر من إرهاب. ومن دافع بالأمس عن عرسال ليس مسموحا له أن يبكي في الجنازات، فأين نواب المستقبل وأفواج زحل الذين توافدوا زرافات ووحدان إلى عرسال الصيف الماضي عندما جرحت مشاعر أبنائها بعد اتهامهم بإيواء القاعدة؟ والأهم، لماذا رفضتهم المريجات اليوم؟ إذن المريجات تودع شهيدها الرائد بيير بشعلاني وأبرز المعزين رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي. عاد بيير بشعلاني إلى بلوني يحمل رتبة جديدة، النقيب الشاب أصبح رائدا برتبة شهيد، لكن لن يتسنى لبيير الاحتفال مع عائلته التي سكن وإياها في هذه البلدة الكسروانية، لأن هذه المرة دخلها مسجن في نعش على أكف رفاقه في المؤسسة العسكرية بعد أن قضى في عرسال لدى تأديته واجبه. موكب الشهيد بشعلاني شق طريقه بين جموع المحتشدين من أهل البلدة على وقع لحن الموت. ومن بلوني إلى المريجات، مسقط رأسه محطات استقبال شعبية في أكثر من بلدة نثرت على نعشه الأرز والورود. موكب التشييع وصل إلى المريجات حيث كان الأهل والأقارب ورفاق السلاح في الانتظار، فكان أشبه بعرس شهادة. قائد الجيش جان قهوجي كان أبرز مودعي بيير، وأكد خلال تقديمه واجب العزاء لوالده جورج بشعلاني على أن الجيش سيقتص من المجرمين ولن يتراجع تحت أي ضغط. وبعد ذلك كان جناز لراحة نفس الشهيد وكلمات لممثل عن العائلة والمطرنح بيقة وممثل قائد الجيش. ومن حقكم أن تودعوا الشهيد بهذه الدموع السخينة وهذا المأثم الحاشد، فهو لا يكافأ مهما عملتم له، وقد بذل دمه عن الوطن وعن كل واحد من المواطنين، والأوطان تحيا بشهادة شهدائها، والشهادة طريق الخلود لصاحبها، وهي تلتقي في معناها الوطني مع معناها الديني القائل:
ذكر الصديق يدوم إلى الأبد. ولكي يطمئن قلبي وترتاح نفسي وتهدأ ثورتي يا فخامة الرئيس، ولكي أشعر فعلاً بأن دم ابني الشهيد وكل الشهداء لم ولن تذهب هدرا، فإني أطالبكم بأن تأخذ الدولة بأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في هذا الأمر، فيقتص من المجرمين القتلى وينالون العقاب الذي يستحقون. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان حضر لتقديم واجب العزاء في صالون الكنيسة، مشددا على أن الدولة ستحاسب الفاعلين. لا سنة قلبي قلت له بتيجي فخامة الرئيس، قالوا للرئيس قلت له بتيجي فخامة الرئيس بيير معلق له لفخامة الرئيس 400 صورة بالبايت. احنا كان بدنا اياه على الحرس ما قدر يا بي يا فخامة الرئيس، هذا قدره. كل واحد بيعتدي على الدولة وبيعتدي على الجيش لازم يدير جزائه بأسرع وقت ممكن، ما حدا بيغطي. كل مواطن بحب الدولة ومعظم الناس هي قريبة وبدها الدولة وبدها الوطن، لازم تلتف حول الجيش، ولازم ترفض المتطرفين والإرهابيين، ولازم تحط لبنان بأول شيء. شو بدنا نحن بكل هذا الموضوع؟ إيواء مسلحين غرباء أو تسليح، موضوع لازم نبتعد عنه ويكون عندنا الدولة فقط وليس غير الدولة والجيش بصورة أساسية. وإن شاء الله الحق بياخد مجرى وبأسرع وقت ممكن، والمجرمين بيتعاقبوا شر عقاب. وحضرت شخصيات سياسية من نواب ووزراء حاليين وسابقين للتعزية، إضافة إلى حشود شعبية من المناطق البقاعية المجاورة. الجيش كثف من تواجده على جميع مداخل بلدة عرسال وبدأ حملة اعتقالات للمشتبه بهم في جريمة الاعتداء على الجيش. تقرير من عرسال لمراسلنا جاد غصن. طرقات عرسال خلت من الزوار، الجيش في كل مكان يطوق الوديان المطلة على الحدود السورية، يقيم الحواجز على مداخل البلدة كافة ويسير الدوريات في الشوارع. في مقابل تشديد فوج المجوقل واللواء السادس وفوج الحدود البرية طوقها على البلدة وإلقائها القبض على ما يقارب 10 من سكانها منهم سوريين، زار وفد من جمعية العلماء المسلمين يتقدمه الشيخ سالم الرفاعي المنطقة. منعنا من مواكبة الزوار، ففي عرسال أمننا على مسؤولياتنا. استهل المشايخ زيارتهم بالصلاة ثم بلقاء مع فعاليات البلدة في دار رئاسة البلدية. الرافعي اعتبر انتشار الجيش حصارا لعرسال داعيا إلى فكه. تطالب هيئة العلماء المسلمين نظرا لخطورة الحادثة بلجنة تحقيق تكشف ملابسات ما جرى. ثانيا، تطالب الهيئة الجيش اللبناني برفع الحصار العسكري والمداهمات الموسعة لأنها تزيد الاحتقان. ثالثا، تدين الهيئة العملية الملتبسة التي أدت لاستشهاد الأخ خالد الحميد من أهالي أرسال أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، حيث أمطرته بوابل من النيران واختطف جثته، ولولا أن سخر الله أهل الحمية لما اكتشفت الجريمة. أول شيء ماتوا بالبلدية، ثاني شيء الضابط ما حدا عارفين أنه ضابط، ولولا ما صرنا حكيت للمرة المليون أنه ما حدا حكينا عارفين أنه هاد دورية دورية جيش، وحكينا أنه حكينا مع كل القوى الأمنية أنه ما في دورية بعرسال. اللي صار انه نحن الناس ما عرفنا انه جيش، ولو عرفنا انه جيش ما بيصير هذا العميل. رئيس الحكومه وزير الداخليه وخادم الجيش تشرف يفتحوا تحقيق بعرسال، شوفوا يسالوا، ما يسالوا رئيس بلد، يسالوا الناس الموجوده بعرسال، هن بيجاوبونا على الحادث. كباشي بعض العراسله والمتضامنين معهم مع الجيش اللبناني والدوله لم يشهد خواتمه، وبالانتظار تبقى حاله الترقب والخوف من ان يصبح الخروج عن الدوله عدوى. جاد غصن، قناة الجديد. ببزات عسكرية وآليات عسكرية بدت الصور التي حصلت عليها وسائل الإعلام تظهر العسكريين المعتدى عليهم في عرسال بعد الحادثة، لتظهر كذب المدعين بأن المسلحين التبس عليهم الموضوع.
بعد الأخذ والرد لأكثر من يومين حول تفاصيل الاعتداء على الجيش اللبناني، استحصلت قناة الجديد على الرواية كاملة من مصادر عسكرية مطلعة. البداية كانت مع اشتباك سيارة مدنية تابعة للجيش اللبناني مع المطلوب خالد حميد داخل بلدة عرسال. السيارة بعسكريها المدنيين تراجعت بعد القبض على حميد لتؤازرها سيارتي هامر عسكرية وداخلها عسكريين بالزي المرقط للجيش وعلى مرأى من الأهالي كافة. بعد إلقاء الجيش القبض على خالد حميد، أقدمت مجموعة من المسلحين بنصب كمين له في جرود عرسال واحتجزوا القوة العسكرية هناك. بعدها تم نقل العسكريين إلى مقر البلدية التي تبعد حوالي 50 دقيقة عن موقع الكمين. إضافة إلى هذه المدة الكافية ليتعرفوا على أن المحتجزين عناصر في الجيش اللبناني، يؤكد المصدر العسكري عينه، وعلى عكس ما أعلنه رئيس بلدية عرسال أن الجنود كانوا في سيارة هامفي عسكرية لا يستخدمها سوى الجيش اللبناني ولم يكونوا في فان أبيض للتمويه. وكذلك ثياب المحتجزين كانت بذات عسكرية كما أثبتت الصور. أخيرا وعند إدخالهم إلى دار البلدية وهم على قيد الحياة، أفتى الشيخ السلفي مصطفى الحجيري فتوى بقتلهما على الفور. عندئذ نفذ المسلحون القتل بالفراعة والبلطات. في أمر اليوم قهوجي يؤكد أن الجيش لن يقبل أي مساومة سياسية ويرفض أي محاولة من أي طرف أتت للتخفيف من وطأة وبشاعة الجريمة. لمناسبة الظروف الراهنة وجه قائد الجيش العماد جون قهوجي إلى العسكريين أمر اليوم، وفيه نقول للذين يراهنون على استهداف الجيش: مخطئ من يعتبر أن تعاطينا بحكمة مع الأحداث ضعف، ومخطئ من يفكر أن عملنا لمكافحة الإرهاب الذي يريد ضرب استقرار مجتمعنا والعيش المشترك بين أبناء وطننا قد يتوقف لأي اعتبار أو كرمة لأي فريق مهما كان حجمه المحلي والإقليمي. وتابع قهوجي: نؤكد اليوم لرفيقينا وللجرحى الذين سقطوا أن معمودية الدم لمواجهة مخطط الفتنة مستمرة، ولن نسكت أو نقبل أي مساومة سياسية على دم شهيدين الرائد بيير مشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان، ونرفض أي محاولة من أي طرف أتت للتخفيف من وطأة بشاعة الجريمة التي ارتكبت بحق الجيش عن سابق تصور وتصميم وبأساليب همجية بعيدة عن معتقداتنا المسيحية والإسلامية. فالجيش لا يتراجع مهما كلف الأمر إلى أن يقتص من المجرمين أيا كانت هويتهم وانتماؤهم ومهما علت صرخات المدافعين عنهم. ووعدنا لشهيدينا وعائلاتهم ورفاقهم أن ينال الفاعلون والمتورطون ما يستحقونه مهما دفعنا من أثمان نبذلها في سبيل وحدة لبنان وأمنه واستقراره. قطع الطرقات في بيروت والمريجات دعما للجيش. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يزور وزارة الدفاع. النائب خالد الظاهر يحذر من الاصطدام بمناطق أهل السنة. والقوات اللبنانية تستدعي الجديد إلى النيابة العامة التمييزية. وأخبار أخرى في هذه البانوراما. قطع أهالي المريجات الطريق الدولية مطالبين القضاء اللبناني والجيش بتوقيف مرتكبي الجريمة بحق عناصر الجيش اللبناني في عرسال، ومن ثم أعيد فتحها بعد تدخل من بعض الفعاليات. دعما لمؤسسة الجيش واحتجاجا على تصريحات النائب خالد الظاهر التي اتهم فيها العقيد مالك شمس بالتخطيط لعملية عرسال بالتنسيق مع حزب الله ومن دون علم الضباط المسؤولين في المنطقة، قام عدد من أفراد عائلة شمس بقطع الطريق بين السفارات الكويتية في بئر حسن ومنطقة أجناح، واعتبروا أن هذا التحرك بمثابة رسالة إلى المعنيين. رأى عضو كتلة المستقبل النائب خالد الظاهر إلى أنه في الإعلام تبدو عرسال وكأنها يتيمة فلا أحد يدافع عنها، ورد في مؤتمر صحفي على وزير الدفاع أنه نسي أنه جزء من الإمارة التابعة لحزب الله الذي يشرف على الحكومة والتي شكلها بقوة السلاح. وحذر الظاهر من توريط المؤسسات العسكرية والأمنية للاصطدام بمناطق أهل السنة حاضنة الجيش اللبناني والمؤسسات والمدافعة عن الحرية والسيادة والاستقلال، واتهم حزب الله بالمشاركة في هذه العملية بالتنسيق مع العقيد مالك شمس. اطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الدفاع فايز غصن ومن قائد الجيش العماد جون قهوجي على تفاصيل حادثة عرسال. أكدت لقيادة الجيش دعم الكامل للجيش اللبناني، ونحن الجيش اللبناني هو سياج الوطن وله كل التغطية السياسية. وبنفس الوقت أردت أني أكد كمان لهم لهذه القيادة
وهن حقيقة خلال الاجتماع كمان شرحوا لي ما هي العلاقة التي تربط الجيش اللبناني بأهالي عرسال، العلاقة التاريخية، حيث أكثر من نصف البيوت والمنازل في عرسال لها أبناء في الجيش اللبناني وما يربطهم. وهنا نريد أن نؤكد على ضرورة أن تحل هذا الإشكال بأسرع وقت ممكن. رفع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بتسرع الصوت عاليا في عيدة الأحد فيما يتعلق بشهيد الجيش رافعا الصلاة لراحة نفسهما. إنهما ضحية ما يسمى بكل أسف الأمن بالتراضي، ويحمل مسؤولية استشهادهما كل الجهات السياسية التي تغطي مثل هذه الاعتداءات على الجيش والقوى العسكرية والأمنية والعبث بأمن المواطنين وهيبة الدولة. رد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على مبادرة الرئيس سعد الحريري معتبرا أن الدوائر الصغرى تعني هيمنة المسلمين على المسيحيين، وتحدث في مؤتمر صحفي عن التهويل والتخويف الذي يمارس على المسيحي الرابع عشر من أذار والكنيسة المارونية وحزب الله وأمل لإسقاط مشروع الأرثوذكسي، قائلا إن المطلوب هو الصمود والتمسك بهذا المشروع. عقد اجتماع لملتقى علماء لبنان في مسجد الإمام علي للتداول في طرح قانون الزواج المدني. المجتمعون رفضوا المشروع لما فيه من مخالفات صريحة وواضحة للقرآن والسنة، واستغربوا ما صرح به الرئيس سعد الحريري في رده على مفتي الجمهورية اللبنانية، وتمنى لو أن دولته ترك الأمر في هذا الشأن للعلماء. ردت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية على مقدمة قناة الجديد بتاريخ الثاني من شباط قائلة: عمدت قناة الجديد القديمة قدم الجثث العفنة إلى كتابة مقدمة بقلم استخباراتي من زمن بائد مبيد، تقصد منها الربط بين مرحلة مؤسفة من مراحل الحرب اللبنانية وبين أحداث عرسال في تركيب على تذكير مغلوط ورخيص بغية الإساءة إلى رسالة الصحافة وشرفها أولا، وإلى شهداء جيش لبنان وتضحياتهم ووفائهم ثانيا، وإلى القوات اللبنانية وشهدائها ورئيسها ثالثا. وأعلنت القوات أن الدائرة القانونية التابعة لها ستدعي صباح الاثنين على هذه المحطة لدى النيابة العامة التمييزية بتهمة الحض على القتل وزرع الفتنة والافتراء الجنائي الواضح، وعلى من يقف وراءها ومن يستكتب لها مقدماتها. وعيد السابعة الساعة 7:30 مساء سمع دوي انفجار في محيط بلدة بدياس إلى الشرق من صور ولم تعرف أسبابه، وذكر أن تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي ترافق مع حصول الانفجار. هل هناك بعد مادي واقتصادي لرفض رجال الدين للزواج المدني في لبنان؟ الإجابة في هذا التحقيق للزميل رامي الأمين. ما يحسب لمشروع الزواج المدني الاختياري في لبنان أنه استطاع توحيد رجال الدين مسلمين ومسيحيين ضده، وحينما يتوحد رجال الدين فتش عن المصالح. في الشارع اللبناني حينما تسأل عن تلقي رجال الدين أموالا لقاء عقد القران لا تسمع إلا إجابات تؤكد ذلك، مع اختلاف في تسمية هذا البدل. يعني هذه مش ملزم فيها، ما دفعت شيء تقريبا، ما بتذكر وقتها. هيدا كرم أخلاق مني هذاك الوقت، بريد أنا أكرمه أو لا؟ لا بلاش وجو ولا وشو بندفع؟ لأنه رجال الدين عادة بس عم يقبضوا، بس من زمان نحن ببلاش بيدفعوا إنه إكرامية، أما الشيء إنه تعذب وإجا تكلف وإجا. ما بعرف هديش إنه إذا عم يقبضوا ولا لا، بس أكيد ما معقول ما يقبضوا، يعني مش فور فري يعني. وفي منهم ماديين كتير بشارطهم الزواج قدي والعمادة قدي وغير، يعني صار تحسوا كله تجارة حتى برجال الدين. هذا الكلام وضعناه برسم رجلي دين، هما الشيخ خلدون عريمط والأب جوزيف عنداري، وكلاهما أكد وجود بدلات مادية يتكرم بها العروسان على رجال الدين، لكنها من باب المكرمة وليست ملزمة لأحد. ليس شرطا لإجراء العقد، وإنما عندما يأتي الشيخ إلى منزل العريس أو منزل العروس ويعقد هذا العقد، عقد الزواج، ممكن تقوم الأسرة بتقديم تقدمة أو هبة أو هدية متواضعة، ممكن أن يقبل هذه الهدية وممكن يرفضها، ممكن أن يقدمهم ويمكن أن لا يقدموا. إذا ليس شرطا وليس هناك مغنم مالي وراء هذا الموضوع.
هلا لا شك انه في سر الزواج ممكن انه الكاهن العريس او الشبين او من بإكرامية للكاهن انه عمل هالسر انه هالابونا لانه بده يعيش من المذبح، خادم المذبح من المذبح ياكل. بس ما بدي اقول انه الكاهن هو الانسان يلي متكل على الزواج تيعيش. يعتاش جزء من رجال الدين المسلمين من خلال مبالغ مالية يتقاضونها من مخصصات رئاسة مجلس الوزراء، كما يعتاش القسم الآخر من خلال العمل الشخصي كباقي أفراد المجتمع ومن أموال الأوقاف وطبعا من المكرمات. أما عند الطوائف المسيحية فمصادر العيش ليست نفسها، فالمساعدات التي تأتي من المؤمنين ومن مراكز الأبرشيات تؤمن عيشهم، بالإضافة إلى القضاديس والأعمال الرعوية التي يقوم بها الكاهن والتي يقبض مقابلها سمحة نفس من قبل المؤمنين. إيماننا أعظم بكثير من المال. الكاهن هو إنسان الرب بفيض عليه خيراته، منه بحاجة لموضوع معين يعيش منه. الموقف الشرعي بالنسبة للزواج المدني فهو حكما مرفوض تحت أي سبب من الأسباب وأي ظرف من الظروف. سبب الرفض ليس له خلفية مادية كما أسمع وكما يعني يشار بين وقت وآخر، وإنما له سبب ديني شرعي. إذن الشيخ عريمت والأب عنداري لا يعتبران رفض الكنيسة ودار الإفتاء والمجلس الشيعي الأعلى لقانون الزواج المدني ماديا بل شرعيا ويمس عمق الدين، لكن في المقابل كلنا نعرف أن قطع الأرزاق من قطع الأعناق. رامي الأمين، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. استمرار الاشتباكات في سوريا، والرئيس السوري بشار الأسد يؤكد قدرة بلاده على التصدي لأي عدوان، وتل أبيب تعترف بالغارة عفوا وتحذر إيران وحزب الله من ضربة كبيرة. مجزرة في حي الأنصاري، سقوط صاروخ على أحد مباني سكنية، الله أكبر. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أكثر من 15 شخصا بينهم امرأة وخمسة أطفال في غارة جوية على أحد المباني في حلب، ونشرت مواقع المعارضة هذا الفيديو وقالت إنه للقصف الصاروخي على حي الأنصاري في مدينة حلب. ذكرت المعارضة السورية أن الاشتباكات تتواصل في أكثر من موقع بسوريا، ووفقا للجان التنسيق المحلية فإن أكثر من 70 شخصا قتلوا في ساعات الماضية، معظمهم في حلب وريف دمشق والرقة. وبحسب المعارضة أيضا فإن الجيش النظامي أرسل تعزيزات إضافية إلى محيط دارية في محاولة لاستعادتها، لكن هذه القوات تواجه مقاومة عنيفة ألحقت بالقوات النظامية خسائر كبيرة. سياسيا اتهم الرئيس السوري بشار الأسد إسرائيل بمحاولة زعزعة استقرار سوريا عبر شن غارة على قاعدة أبحاث عسكرية. وخلال اجتماعه في العاصمة السورية دمشق مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، أكد الأسد أن بلاده قادرة على التصدي لأي عدوان، وأن سوريا بوعي شعبها وقوة جيشها وتمسكها بنهج المقاومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والتصدي لأي عدوان يستهدف الشعب السوري ودوره التاريخي والحضري. ونقلت سانا عن جليلي دعم إيران الكامل للشعب السوري المقاوم في مواجهة العدو الصهيوني، وحرصها على التنسيق المستمر مع سوريا للتصدي للمؤامرات والمشاريع الخارجية التي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. في المقابل وفي أول اعتراف إسرائيلي واضح وصريح حول حادثة قصف المواقع السورية من قبل الطائرات الإسرائيلية، أعلنت تل أبيب مسؤوليتها عن العملية. لا يمكنني إضافة أي شيء لما قرأتموه في الصحف بشأن ما حدث في سوريا قبل عدة أيام، لكنني أواصل القول صراحة أننا قلنا، وهذا دليل آخر على أننا حين نقول شيئاً فإننا نعنيه، نقول أننا لا نعتقد أنه ينبغي السماح بجلب أنظمة أسلحة متقدمة إلى لبنان. نهاية سقوط الأسد قريبة، وهذا سيكون بمثابة ضربة كبيرة للإيرانيين ولحزب الله، ونحن لا نفهم كيف يدعمونه هؤلاء في إيران وفي حزب الله، لكنهم سيعانون من ضربة كبيرة.
وخلال المؤتمر الأمني المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية، أكد وزير الحرب الإسرائيلي أن دعم الرئيس السوري بشار الأسد سوف يكلف إيران وحزب الله كثيراً وسوف يوجه ضربة كبرى لهما. قرية باب الشمس فتحت أبواباً وشموس أخرى للحرية في فلسطين. تقرير نبال فرسخ. باب الشمس، باب الكرامة، كسر القيد، والآن المناطير، رابع القرى الفلسطينية المقاومة للاستيطان والتي لم تمضي ساعات على تشييدها بالأمس في بورين جنوب نابلس المحتلة، حتى اقتحمت قوات الاحتلال القرية برفقة عشرات المستوطنين واعتدت على المشاركين وطردتهم. بنينا مجموعة من الخيم والتناكيات من أجل الإقامة فيهن، إلا أنه تفاجأنا في هجوم الجيش والمستوطنين بطريقة يعني قمعية جدا، أخذوا الخيام وكسروا اللي بنيناه. سمينا القرية باب المناطير، المناطير إنه إحنا ناطرين على من الناطور، ناطرين على هاي الأرض. دار السبع آخر تلة، يعني آخر تلة لبورين، إذا احتلوها اليهود خلاص بصيروا يعني فوق روسنا بالضبط. المواجهات امتدت إلى داخل قرية بورين وأدت إلى إصابة العشرات، بالإضافة إلى اعتقال حوالي 8 فلسطينيين. كل ما يطلع حدا دائماً باستمرار بيجوا هاي المنطقة وبيطحوا الناس، ما بيخلوا حدا يجي، وبيستمروا بيضربوا، يعني بيقتلوا دائماً حيوانات وإصابات في المنطقة هذيك. وهي زي ما أنتم سامعين رصاص حي، هذا بيضرب قاعدينه. طلعنا تقريباً ساعة 11 دعوة من المجلس إنه نثبت أراضينا هاي وإنه إحنا هاي أصحاب ملك فيها. ضرب علينا المسيل وانخنكت ووجه فيه رصاص مطاط وروحت على المستشفى. قمنا بعلاج عشرات الحالات الاختناق بالغاز، بالغاز المسيل للدموع والغاز الحارق الذي استخدمه قوات الاحتلال الصهيوني. طبعاً بالإضافة إلى في إطلاق عيارات نارية، إصابتين في الرصاص الحي. إحنا بدنا أراضينا ترجع في أي طريقة، وإن شاء الله راح ترجع، إذا مش منا راح تيجي الأجيال اللي بعدين ترجعها. في ظل الصمت المطبق على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، لم يجد الفلسطينيون من حيلة سوى مواجهة إقامة المستوطنات الإسرائيلية بإقامة المزيد من القرى الفلسطينية لتثبيت أراضيهم رغم كل الوسائل التي يستخدمها الاحتلال لقمعهم. نبال فرسخ، قناة الجديد، قرية بورين جنوب نابلس المحتلة. أما الآن فننتقل للنشرة الفنية التي وفينا بها زميلي شادي خليفة. شادي مساء الخير. مساء الخير داليا. إن شاء الله اليوم الأخبار عندكم بتكون أفضل من سوداوية الأخبار عنا، لأنه أخبارنا جدا كانت مؤسفة اليوم. على كل حال نحن متوجه بأحر التعازي إلى الجيش اللبناني قيادي وعسكريين، وطبعا طبعاً إلى أهل الشهداء والأهل الجرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. ما في العاجل. شك، يعني بالنهاية شو ما كانت انتماءات كل واحد على الصعيد الشخصي السياسي، ما في شك بأنه الانتماء الأساسي بيكون هو للجيش اللبناني، لأنه هو اللي يمثل الوطن بدون أي تفرقة لا عنصرية ولا مذهبية ولا سياسية. فأكيد كل أهلنا هن بالجيش اللبناني، ومن ما في بيت ما في حدا من الجيش اللبناني أو ما فقد غالي وشهيد. فأكيد أحر التعازي لكل مؤسسة الجيش اللبناني وكل اللبنانيين. صحيح. على كل حال على أمل أن تكون هيدي خاتمة الأحزان، خصوصا فيما يتعلق بالجيش اللبناني، وعلى أمل أنه يدركوا الناس أنه الجيش اللبناني هو هيبة الدولة. صح. أو ممنوع المساس بهيبة الدولة. على كل حال أخبارنا الفنية اليوم إن شاء الله بتكون الأخبار هيكي. الفنية اليوم كمان في يعني بكل خبر منهم أكيد الأساس هو مع كارول سماحة رح يكون اليوم. دايما بقول هالفنانة يلي بالفعل بنيت حالة بحالة، رح نتأكد من هالجملة يلي دايما بقولها من خلال الروبورتاج اللي رح نشوفه اليوم، لأن كتار بيحبوا يشوفوا أنه هالفنان كيف ببلش أو كيف بيكون الحلم عنده أو أول خطوة يلي بيعملها شو هي ليوصل. فرح نتابع هالتفاصيل كلها بحياة كارول سماحة من خلال الروبورتاج مهضوم. أيضا كمان بالبانوراما في خبر عن نجوى كرم، خبر عن أصالة، وخبر عن إليسا في الإيجابي وفي السلبي، رح نتابعهم. دسمي دسمي اليوم مهضومين. دسمي يلا منتابع. رح نتابع. من مشاهدة لمسرحية صيف 840 عام 88 إلى بطلة على المسرح الرحباني عام 98، وانطلقت نجمة في عالم الغناء. كارول سماحة من حالمة إلى فنانة وصولا إلى السيدة، مراحل ترويها بنفسها. لما جيت لأحضر صيف 840 بتذكر أني قعدت على كرسي رقم 10، صفقة
الكا 10. أنا وعم بحضر العمل كان في غليان من جوا، عم بطلع بالممثلين وعم بقول أنا بس رح أكبر رح أوقف على خشبة هذا المسرح بطلي مع منصور رحباني. ولأن الحلم هدف كان لكارول ما أرادت. 10 سنين بعدها بسنة 98 كنت عم بلعب دور تيودورا على مسرح كازينو لبنان مع منصور رحباني. آخر ليلة تعرض من مسرحية آخر أيام سقراط كنت واقفة على المسرح وعم بطلع بالجمهور، حسيت في صوت عم بيقول لي اللي قدر يوصل لهون قدر يوصل لأكثر من هيك. وحياتك ضلك اللي من قلبي اوعد اللي مربيني تكذب علي ومن مرة لمرة تقلي. مسرحيات، ألبومات، أغنيات منفردة وكليبات، أعمال قدمتها كارول سماحة التي أرادت أن تثبت أنها نجمة غناء لا فقط نجمة مسرح، بدءاً من أغنية بصباح الألف الثالث طلع في هيك، سمعني شو بدي أقول، ما بخاف، يا ما ليالي غالي علي، حدود السماء، أضواء الشهرة، مسلسل الشحرورة، والآن المشروع الحلم، عمل استعراضي بعنوان The Lady السيدة، وألبوم جديد يصدر نهاية الشهر عن طريق شركة روتانا. كانوا يسألوني كتير صحفية إنه ليش أنت مالك بشركة روتانا، ففكرت إنه إذا بدي أتعاون أنا يوم ما مع روتانا بدي يكون تعاوني أبعد وأوسع من فكرة أغنية وفكرة كليب. قال لي الأستاذ سالم الهندي أنا بستغرب أنك بعدك لليوم كارول ما حضرتي شو، ما حضرتي استعراض غنائي لوحدك، إنه شو ناطرة. صفنت، صار في لحظة صمت، قلت أنا بقله ولا ما بقله أنه أنا أوريدي عم بحضر عمل؟ قلت له أنا عم بحضر شو. بتفاجأ بعد شهر من المغرب باتصال بتوني سمعان بيقول لي أستاذ سالم الهندي بده يشوفك لسبب طارئ، وقال لي كارول هذا الشو روتانا بدي اياه. 3 ايام كان العقد ممضي والتاريخ كان 15/5/2012 وكانت ولادة هذا المشروع. وتحضيرا لمشروعها الاستعراضي، كارول متواجدة الآن في أمريكا للوقوف عند أهم التقنيات المستعملة في العروضات العالمية، وقد تابعت الباتشينو في برودواي مسرحية إيفيتا من بطولة ريكي مارتن، عرضا لليدي غاغا وعرض السيرك دو سولاي في لاس فيغاس. وفي البانوراما الفنية بين الإغراء والسياسة والأخطاء التقنية توقف عرض كليب إليسا، انقسام حول جديد نجوى كرم، محاولة لتوريط أصالة مع الصحافة اللبنانية، وفي هوليوود بنيلوبي كروز حامل. الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع لي وأنا جنبك راضية ومرتاحة لكل ما فيه، سبت أنا كل الدنيا عشان. فوجئ كثيرون قبل أيام بتوقف روتانا عن عرض كليب أسعد وحدة لإليسا عن شاشتها، ما أثار جدلا بين صفوف محبيها. إليسا كتبت على تويتر أن السبب قد يكون الجرأة في بعض المشاهد، وأنهم اكتشفوا ذلك بعد شهر من عرضه بعدما شاهده أكثر من 2 مليون مشاهد على موقع يوتيوب. والبعض الآخر حلل أن يكون السبب سياسيا بعدما أعربت إليسا عن سعادتها خلال مشاهدة آخر إطلالة إعلامية للرئيس سعد الحريري، فيما رئيس روتانا سالم الهندي أكد أن خطأ تقني غير مقصود من إدارة التلفزيون أوقف الكليب وستتم إعادة بثه قريبا. فأي سبب نصدق؟ خلي لي قلبك شو مغضوم، انت اللي عمرك عاطيني، ما عطيتك عمري وقلب اليوم، بنت الكرم لا تسميني.
أصدرت نجوى كرم أغنيتها الجديدة خليلي قلبك بعد غياب عن الإصدارات الفنية بسبب الأوضاع السياسية في الدول العربية، وهي من كلمات نزار فرانسيس وألحان جورج مارديروسيان وتوزيع توني عنقه. كثيرون من محبي نجوى مدحوا الأغنية وأحبوها، فيما اعتبر البعض أنها لم تكن قدر التوقعات. فالناقد الفني دكتور جمال فياض انتقد على تويتر الأغنية وصوت نجوى فيها، فنال حصة من هجوم محبي نجوى ضده. فردت عليه نجوى مؤكدة أنها تحترم رأيه ولكنها ترفض إهانة محبيها. وكذلك بالنسبة للملحن سمير صفير الذي انتقد جديد نجوى معتبرا أنه بإمكانها تقديم الأفضل. نعطف من سبع السماء سبع النجوم، فنفضهم نجمي نجمي عتيابا. لا تحسب حالك والله ما في لزوم، مفتاح القلب رميته بجيابة. تحت عنوان أصالة أهانت لبنان من جديد ووصفت الصحافة بالحقيرة، وعنوان آخر أصالة تصف صحفيي لبنان بالكلاب، جرى نشر مقالات اتهمت فيها أصالة بأنها أهانت الصحافة اللبنانية في محاولة لتوريط أصالة معها، بينما في الواقع أصالة لم تذكر الصحافة في تغريداتها على تويتر أو في أي حديث لها، وحتى في حديثها الأخير مع الجديد لم تتطرق إلى موضوع الصحفيين اللبنانيين بأي سوء. ليبقى السؤال، لماذا تحاول بعض جهات توريط أصالة مع الصحافة اللبنانية وهي بريئة من هذه الاتهامات؟ تنتظر النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز طفلاً جديداً من زوجها خافيير باردام، ونشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن مصدر مقرب من بينيلوبي كروز تأكيدها بأنها حامل بطفلها الثاني بعدما أنجبت طفلها الأول في كانون الثاني من العام 2011 في لوس أنجلوس. هذه هي أخبارنا داليا، بدءاً من كارول ومروراً بنجوى وإليسا وأصالة وهوليوود. بتكون هيدي هي جولتنا. بتعرف اخباركم، يعني احيانا بتقلي مثلا في هيك جزء سوداوي، مثلا بيجي بمحل بقول انا عن جد اذا السوداويه بدها تكون هيك يا ريت كل شيء سوداوي بيكون انه هيك، انه هيدا هو هيدا هو الماكسيموم. على كل حال شادي يعطيك الف عافيه، ترجع تلتقي انت مع المشاهدين بنشره بكره كان الله راد. يعطيك العافيه وتصبح على الف خير. في الختام تذكير بابرز عناوين هذه النشره. عرس البشعلاني من بلوني الى المريجات. ورئيس الجمهورية يعزي غيرة الجيش، ما مصر أبدا، بالعكس في التصميم على توقيف المعتدين ومحاكمتهم. قطع طرقات بالجملة تضامنا مع الجيش. الشهداء ماتوا بلباسهم العسكري. بالخاص الزواج المدني قطع الأرزاق من قطع الأعناق. كان في النشرة أيضا كارول سماحة من حالمة إلى السيدة. فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.